القطاع السياحي في المغرب في الربع الاول ديال 2023 سجل زياده ديال 17% في عدد الوافدين، وهذا الرقم كما تم الاعلان عليه رسميا هو رقم ايجابي اذا قارناه مع العالم ككل اللي كانت فيه النسبه نتاع النمو ناقص 20%. مجموعه المناطق في العالم لا زالت تعاني، لا زالت لم تسترجع كما يجب، منها اسيا اللي مازال فيها ناقص 46%، اوروبا ناقص 10%، بينما الدول ديال الشرق الاوسط حققوا واحد النسبه ديال زائد 15% خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، يعني كانت عندهم واحد النسبه مهمه جدا نظرا ل احتضان مجموعه ديال العمليات اللي كانت تماك او لا العمليات ديال العمره اللي كاينه في السعوديه، دبي، قطر الى اخره. فهذا الرقم يبدو ايجابيا صحيح. ما هو ايجابي كذلك ان مداخيل العمله الصعبه تجاوزت 25 مليار تاع الدرهم في 3 شهور الاولى، وهذه كتمثل واحد الزياده تاع ما بين 51 و52% مقارنه مع 2019. هذا رقم ايجابي جدا كذلك، لكن التمحيص في الارقام كيعطينا ان هذا زائد 17% المرض ديالو اساسا القدوم المكتف لمغاربه العالم. ان مغاربه العالم هم مكون اساسي بالنسبه لعدد الوافدين، لان الا خدينا رقم تاع 2019 لقيت ان المغرب استقطب 13 مليون راه منهم 6 مليون ديال مغاربه العالم و7 مليون ديال السياح الدوليين. اذا مغاربه العالم ما بين 2019 3 شهور الاولى و2023 3 شهور الاولى كذلك راه زياده تاع 47%، وهذا هو اللي غطى شيئا ما على النسبه تاع التراجع اللي سجلناه في عدد الوافدين ديال السياحه الدوليه ولا تاع عدد الليالي ديال المبيت. اذا هذه النقطه لابد نسجلوها. تاليا عندنا مجموعه تاع الاسواق اساسيه ومهمه لا زلنا لمسترجعها، ولا بد ان نتدارك الامر. ناخذ مثال السوق الالمانيه لان سوق خويه، السوق الفرنسية كذلك، أسواق أخرى، الصين لأن مازال ما استرجعناش والمغرب كان خد قرار واحد الفترة أنه منع على السياح الصينيين، ولكن كاين تدابير إيجابية لربما تقدر تعاوننا في الاسترجاع، لأنه المغرب منين كي يدير الإجراء ديال التأشيرة الإلكترونية كتسهل له واحد المجموعة تاع المواطنين، الإشاعة اللي عرفوا المغرب بمثابة مشاركة أسود الأطلس في قطر، الاحتضان ديال المغرب ديال دوك الاتفاق المسابقات ديال كأس العالم للأندية والإشاعة اللي حقوا، فجعل أن المغرب واحد الدولة كتصدر يعني محركات البحث، الناس كيبحثوا. ولكن باش كما كنقولوا نمروا من السائح المحتمل الذي يبحث عن المعلومة إلى سائل حقيقي خصنا واحد المجموعة تاع الإجراءات، أولها هو النقل الجوي. هذا كنهضروا على السياحة الدولية. النقل الجوي كاين اتفاقيات كبيرة وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركة عالمية كبيرة، 35 خط جوي جديد تزاد. بالنسبة لأكادير مثلا غادي تسترجع واحد الحصص من الدول الأسكندنافية اللي كانت كتعامل معها بكثرة، فغادي يعطي لها واحد زيادة ملموسة ابتداء من الأشهر المقبلة، على اعتبار أن خارطة الطريق ولو أنه تم التوقيع عليها فخص البداية خص تطبيق، هذا وراق مزيان خصنا التطبيق. وقعوا مجموعة تاع الوزارة، كان واحد يعني واحد نقطة ضعف في خارطة الطريق في علاقة بالميزانية اللي كانت ترصدت في 2023، الميزانية اللي ترصدت لوزارة السياحة كانت في حدود نفس الارقام اللي كانت اربع سنوات او خمس سنوات. اذا ما كانش ممكن بنفس الميزانيات وفي ظرف عالمي اللي كيتميز بالتضخم بالغلاء مثلا ديال اسعار المحروقات للتنقل الى اخره يمكننا نحقق واحد القفزه نوعيه بنفس الميزانيات. لهذا خارطه الطريق منين جابت واحد المبلغ ديال 6.1 مليار على اربع سنوات، فيها تقريبا مليار لكل سنه، ولكن فيها الاستثمار، فيها الترويج، فيها التكوين، اذا كيبقى ضعيف. كان سبق تنبيهات لهذا الخلل شيئا ما، وتم تداركه لان مؤخرا تم الاعلام انه غادي يتم ضخ ميزانيه اضافيه ديال مليار ديال الدرهم، وهذا ايجابي. هذه مليار ديال الدرهم راه كتخص 23، ولكن خصنا ماذا سنقوم به في السنوات المقبله 24 25 26 علما بانه العالم كله كيعرف واحد القفزه بما يسمى يعني شغف السفر،
أصبح يطلق عليه ترافل ريفانش، هو السفر الانتقامي، لأن الناس اللي تحرمت من السفر سنتين 2021 وربما حتى في 2022 اليوم كتوجد واحد الحرية باش تسافر، إذا بغات تسافر. إذا البلد الذي سيوفر نقل جوي مباشر، البلد اللي غادي تكون البنية التحتية ديال الاستقبال ديالو مستعدة يعني تستقبل الافواج ويعطي منتوجات كتراعي الاثمنه، كتراعي الجوده، كتراعي يعني الاحترام الذكي للزبون، لان الزبون اليوم اصبح بفضل مواقع التواصل الاجتماعي على درايه ومتطلع بكل المعلومات. اذا هذا واحد الموضوع. خريطه الطريق ما بين الامور اللي مشات لها، انه كان معروف ان المغرب كانت فيه واحد المجموعه الفنادق مغلقه خصوصا بالنسبه لاكادير ورزازات، لان كانوا كيعرفوا واحد الاغلاق كبير، ورزازات تقريبا النصف نتاع الطاقه ديالها مغلقه، ولهذا فصندوق محمد السادس للاستثمار كيشتغل على انه سيواكب مجموعه نتاع الفنادق، لان كاين اللي كان مغلق قبل الجائحه، كاين الذي اغلق بعد الجائحه. ورغم يعني البرنامج الاستعجالي اللي دارته وزاره السياحه تاع 2 مليار ديال الدرهم، من له مليار اللي مشى للفنادق، فهو غير كافي. كيبقى عندنا ثلاثة الملاحظات على خريطة الطريق. واحدة عندها علاقة بالسياحة الداخلية، ما عطاتلهاش المكانة اللي تستحق، علما بأن السياحة الداخلية في كل الأزمات، ما نرجعوش غير 2021، في 2020 راه تقريبا 70% نتاع الليالي ديال المبيت اللي كانت نتاع السياحة الداخلية في 2021، في سنوات نتاع الأزمات كلهم كانت السياحة الداخلية هي اللي كتلعب صمام الأمل. لا يجب أن نتهاون وما نعطيوهاش المكانه ديالها، وهذا غادي يظهر ونحن مقبلون على فصل الصيف، المغاربه الوقيته اللي غادي يبغيو يقوموا بالحجوزات ديالهم، في غياب الدعم اللي كنا كنسمعوا عليه انه سيتم تخصيص شركه السفر لدعم المستثمر السائح المغربي، في غياب بنيات تحتيه اللي لان المستثمر اللي بغى يستثمر الوحدات الخاصه بالقطاع السياحي الموجه للمغاربه خاصو يوجد واحد التحفيزات من عند الدوله، لأن السائح المغربي معروف كيسافر في فصل الصيف تقريبا، فكيف يمكن أن تكون عندنا مردودية ديال واحد المؤسسة اللي غادي تشتغل غير فصل الصيف، علما بأن السياحة الدولية راه كتكون العام كامل، إذا لابد من واحد النظر، إذا هذه واحد النقطة اللي غتقدر اللي فيها هفوة ربما يجب تداركها، لأنه السياحة الداخلية في العالم كله الدول المتقدمة تعتمد على السياحة الداخلية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، كلهم كيعتمدوا بواحد قصد كبير على السياحة الداخلية، عندهم إمكانيات فعلا، ولكن كاين ميكانيزمات نتاع الدعم لي شاك دو فاكونس كاين في فرنسا كتعطيهم للمواطنين. هذا الضعف الأول. الضعف الثاني عنده علاقة بالسلاسل اللي كتشارك في السياحة، إذا كنا شفنا بأن الفنادق ودور الضيافة كانوا استفدوا من الدعم باش يديروا التجديد، فمجموعة المؤسسات أخرى المطاعم، النقل السياحي، كراء السيارات، هذو ما استفدوش، ولهذا يجب إعادة النظر في هذه المسألة. نعم، لأنه السائح ملي كيوصل راه النقل اللي كيتوجه له هو اللي كيوصلو، هو اللي كيدير به المدارات في كل المناطق نتاع المغرب، إذا حتى هذه سلسلة يجب النظر إليها. ثالث شيء وهو العدالة المجالية، لا أظن أنها محقة بخريطة الطريق، وماذا ما سنرى أنه سيتم التركيز على ثلاث جهات تقريبا، جهة مراكش الرائدة ونظرا للانخراط الجدي ديال الجهه ديالها، لانه برامج التنميه الجهويه خصها لابد تعوض لنا الخلل، الى لان في اطار الجهويه المتقدمه الفاعل المجالي في الجهه لابد ان يواكب برامج الدوله، ويجب ان يتدخل في بعض الاحيان لتقويه الامور او لمعالجه الامور اللي كتبان فيها واحد النوع ديال الخلل. فأكيد الرسالة اللي كاينة في الزيارة ديال وزيرة السياحة لمختلف الجهات أن الجهات لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في خريطة الطريق، لأنهم هناك اللجان الجهوية اللي كترأسها الولات، وأنا أكاد أقول أنه ربما حسن أداء الولات رغم أنهم هم مسؤولين على جميع القطاعات، القطاع السياحي يجب أن يدخل ما بين النقاط التي سيتم تقييم بها العمال والولات، هل يواكبون، هل يحرصون على تطبيق البرامج، هل يواكبون البرامج القطاعية المحلية مثلا برنامج التنمية ديال الجماعة ديال الإقليم وديال الجهة. هادو ثلاثة نتاع النقاط، عدالة مجالية يجب أن نضمنها، إذا كان عندنا الخيارات نتاع الجهات والولات والمهنيين غادي يكون عندنا يعني
غادي نمشيو في الاتجاه الصحيح. اذا كان عندنا الدعم تاع السياحه الداخليه غادي نكونوا بشيله، والاستثمارات فبالنسبه للمجموعه تاع المناطق اللي عرفت الاغلاقات اذا كان واحد التعامل جدي فغادي نوجدوا انه الفنادق سيعاد فتحها، سيعاد توفير فرص الشغل، سنساهم في خلق ثروه داخل المناطق. اكادير ارى انه هناك مؤشرات جيده بدات بعض الفنادق في الافتتاح، بينما في مناطق اخرى لا زلنا نرى هذا. الدار البيضاء اظن ان كاين عمل جدي ديال مجلس المدينه ومجلس الجهه فيما يخص السياحه، لان كاين واحد التوافق مع المجلس الجهوي للسياحه، كاين القصر مؤتمرات غادي يتم البناء ديالو، مجموعه ديال الاجراءات اللي كاينه في برنامج التنميه الجهوي. اذا خارطه الطريق لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن الكره اليوم اظن في ظل الجهويه المتقدمه بقات عند الولات وعند رؤساء الجهات والمنتخبين.